السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، عندي موضوع جديد اليوم، اللي هو موضوعنا اليوم هو Polar Coordinates. نبدي أول شيء أشرح لكم شنو هو Polar Coordinates. Polar Coordinates هي به وشنو علاقته ويا الكارتيزيان، وبي تطبيقات كل شوية واحد منها ممكن نحل بها المالتيبل انتجريشن، يعني التكامل المتعدد أكثر، دبل انتجر أو ثري أو أكثر. أيضا هو استخدام في الطائرات والأقمار الصناعية والصواريخ لإيجاد المسار مالتهم. فإذا البولار كورنيس هي موضوع كلش مهم، في حال أيضا في تطبيقات الأجهزة الطبية، السي تي سكان والإم آر آي وبعض الأجهزة الأخرى الحديثة اللي طالع اختصاص الأجهزة الطبية. نبدأ بداية نعرف شنو هو البولار كوردينيتس. البولار كوردينيتس أعزائي الطلاب هي عبارة عن بي آر ثيتا، الأوريجين اللي يسموها البول، هي شنو هو البي، هي عبارة عن دايركت ديستانس ويها الاتجاه، إذن هو قيمة زائد الاتجاه. البولار كوردينيت دائما جدا القيمة إيش قد المسافة وإيش قد الاتجاه مال هذه النقطة. يقول ممكن نروح على فيجر 7.1 كما مكتوب بالتعريف، وهذا 7.1 نشوف أكو هي الأوريجينال بول. إذا هاي النقطة اللي هي إيش قد مسافتها، مسافة مالت R، الاتجاه مالته ثيتا أو الزاوية. فإذا مشينا عكس أقارب الساعة راح يكون الاتجاه موجب، وإذا مشينا مع عقارب الساعة راح يكون منا لهنا راح يكون ماينس. فعليه يقول دائما هذا متفق عليه بالبولار كوردينيتس، إنه دائما يمشي عكس عقارب الساعة موجب، وإذا مع عقارب الساعة راح يكون ماينس. فنبدي نشرح شوي شوي عن هذا الإكزامبل. مثلا هنا نعطيك إكزامبل فيجر 7.2، نجي على فيجر 7.2 شنو هو الإكزامبل نعطيك. يقول عندك الار جي 2، حسب ما ذاكر هنا الار 2 والزاوية جي باي على 6 يعني تقريبا 30. اذا هنا عندنا 2 مع زاوية 30 اذا 2 مع 30 بس بحاجة البولار كوردينيتس مو هاي النقطة الوحيدة، ممكن ايجاد عدة نقاط ينطق نفس المقدار نفس الاتجاه. For example، إذا عندنا هنا مثلاً قد مشينا 30، إذا 2 جد الآر 2 والزاوية جد 30 إذا مشينا عكس أقارب الساعة. ممكن نفس المكان نفس الاتجاه ونفس الزاوية إذا مشينا عكس أقارب مع أقارب الساعة، إذا عكس أقارب موجب 30 إذا مع أقارب الساعة لو تنتبه على عزاء الطلاب راح إيش قد صار هنا. لو نجي هنا راح إيش قد يصير عندنا مثلا 360. اذا كمل لهنا دائره كامله 360، بس هو 360 ناقص 30 330، اذا وجد هذه القيمه 330 بما انه مشينا مع عقارب الساعه، اذا شيء يصير ماينس، اذا ناقص 330 والار بقى هو ما تغير، الار هو 2 مره اذا مشينا مع عقارب الساعه 30 مع عكس عقارب الساعة 30، إذا مشينا مع عقارب الساعة فراح يصير عندنا ناقص 330. شوف هنا بالآر الواحد بزاويتين، إذا مع عقارب الساعة ناقص 330 عكس عقارب الساعة 30. وهذا ميزة البولار كوردينيتس، يعطيك أكثر من احتمالية، بس ينطيك معناها نفس المقدار الزاوية والاتجاه. هذا بالنسبة للفيجر 7.2 بما مثل ما أشار عليه في هذا الشرح عن البولار كوردينيتس. لو نكمل موضوعنا فيجر 7.3، هنا ممكن ينطق القيمة بلس وماينس شوف هنا ممكن أخذ جد الزاوية 30، قلنا هنا جدنا 32، بس إذا مشينا هذا الزاوية 30 زيدنا 180 يقدر يصير 150، بس بقى على نفس المسار، بقى على نفس القصائر 30
زائد 180 210، إذا 210 يعني نفس المسار بس عكس الاتجاه. إيش قد يصير يعني؟ معناها هنا إذا أخذنا هذا موجب 2، هذا راح يصير ناقص 2. هذا إذا أخذنا يعني من كيفك أنت هنا مخير، إذا أخذت هذا ناقص 2 معناها تاخذ هذا 2. هذا إكس اتجاه فقط، هنا الماينس فقط اتجاه. وممكن هذا يصير 2 باي على 6 وناقص 2 7 باي على 6، أو تسوي 2 7 باي على 6 ناقص 2 30. هنا نشوف 210 و30 على نفس المسافة، هنا 210 و30 على نفس المسافة، بس شنو باتجاهين متعاكسين، مرة بهذا اتجاه بلس وهذا اتجاه ماينس، هي نفس المعنى، نفس المعنى، ماكو أي اختلاف في هذا الموضوع. وهذا شوف بي البولر كورنيز بي هواية حلول، لهذا يستخدم في الصواريخ والساتلايتس والطائرات، أيضا يساعد في حل أحد طرق الحل الملتيبل انتجرال. أعزائي الطلاب لو ننتبه على هذا الموضوع، البولر كورنيز موضوع كلش مهم. هنا نجي نحل، حلكم اكزامبلز، نحلكم اكزامبلز، اكزامبل واحد على هذا الموضوع. هنا يقول وجد كل الاحتمالات مال البولر كوردينيتس للنقطة 32 زائد الار 2 والزاوية 30، اللي هو هذا الار 2 والزاوية 30. شوف هسه هنا أول هذا هو احتمال نعطيه مسبار. إذا مشينا عكس أقارب الساعة، عكس أقارب الساعة، هذا منا لهنا ومنا لهنا شقد 180 ناقص 30 100، إذا شقد يصير 150. إذا مع أقارب الساعة راح يصير عندنا ناقص 150، مع أقارب الساعة ناقص 150، إذا ناقص 150 بس الاتجاه متعاكس، منا قلنا موجب منا راح يصير ماذا؟ إذا يصير ناقص 2 ناقص 130. هنا عندنا إذا مشينا مع أقارب عكس أقارب الساعة ايش قد صار؟ هنا 180 منا لهنا ايش قد؟ 180 ومنا 30 210. اذا منا لهنا ايش قد يصير عندنا؟ 210 لانه عكس اقارب البلس ناقص 2، لان قلنا هذا منا لهنا موجب يصير هنا لهنا يصير ناقص 2، اذا كم حل صار عندنا؟ 2. ممكن نحول هذا الى معادلة عامة، ممكن نحولها الى معادلة عامة. الار هو قلنا مرة ناخذ موجب مرة ناقص 2، فقط هنا الإشارة معناها الاتجاه، القيمة نفس الشيء، المسافة هي نفس المسافة، منا 2 منا ناقص 2 نشوف ويبقى على نفس الخط. هسه نمشي على الموجب، إيش قد عندنا إذا موجب؟ الآر 30 الزاوية، فشو نسوي؟ ممكن 30 زايد ناقص 2 باي، وبعدين زايد ناقص 4 باي، وزايد ناقص 6 باي، زايد ناقص 8 باي، أن سوا. وناقص 2 إيش قد كان قلنا؟ اللي هو مع أقارب الساعة ناقص 130، نفس الشيء الأول ناقص 130، بعدين زايد ناقص 2 باي، زايد ناقص 4 باي، زايد ناقص 6، زايد 8، أند سو. وممكن بعد نبسطها أكثر نحولها إلى معادلة أقصر من هذا المعادلة، اللي هو ناقص 2 الزاوية 30 زائد 2 n باي، حيث أن n شنو؟ 0 زايد ناقص 1 2، 1 زائد ناقص 1 زائد ناقص 2 زائد ناقص 3 زائد ناقص 4 عن سوء. وكذلك إذا أخذنا ناقص 2 اللي هي كانت الزاوية مالتها ناقص 130 زائد 2 n باي، ال n هو شنو؟ 0 ناقص زائد 1 زائد ناقص 2 زائد ناقص 3 عن سوء. هنا سوى أخذ n 0، إذا أخذنا 0 هذا راح يصير 0، ايش يبقى عندنا؟ نقطة 2 باي على 6، وإذا هنا أخذنا 0 راح يصير هذا يبقى عندنا ناقص 2 ناقص باي على 6. إذا أخذنا n 1 هذا شو يصير؟ باي على 6 زائد 2 باي. لو نبسطهم بين يعني نحد المقامات 6 1 باي زائد 12 يصير 13 باي على 6. هنا إذا أخذنا 1 ناقص باي على 5 زائد 2 باي، نحد المقامات 6 يصير ناقص 5 ناقص 5 زائد 12 يصير زائد 7 باي على 6 and so on. وإذا تأخذ 2 نفس الشيء، وإذا تأخذ كل مرة تعوض مكان n. إذن هو هذا المعادلة العامة لهذا الإكزامبل، ممكن تبسط بهذه الطريقة، ممكن بهذه الطريقة، ممكن بالرسم. أعزائي الطلاب راح أتوقف وياكم لهذا القدر على مود أنطيكم مجال تقرون الموضوع البولر كوردينيتس، وإن شاء الله قريبا جدا راح أنزلكم الفيديو الثاني عن البولر
كورنيل. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وأي سؤال أي استفسار عن هذا الموضوع راح أجاوب، ممكن تكتب على هذا السايت وراح أجاوبكم خلال فترة قصيرة. وأشرو أرجو إذا عندكم أي ملاحظة عن طريقة الشرح بهذا الفيديو أن تعطوني خبر حتى أقدر أبسطها أكثر. وأتمنى لكم اللقاء القريب في الجامعة. أشكركم، مع السلامة.